احكي لنا بقى عن جدتك الفنانة القديرة زبيدة ثروت، وعلاقتك بيها كانت ايه؟ انت حضرتيها ولا مش فاكراها؟ حضرتها. فاكراها طبعا. وانا صغيره كانت على طول ترسم معايا، كل ما كنت بعمل غلطه او بطلع بره سيركل كانت بتعلمني ازاي اظبطها، عشان كل مشكله ممكن اظبطها، تقول لي ممكن اعملها شكلها احلى وكده. كانت كمان بتعلمني اسرار الفن، اسرار التمثيل، زي ايه مثلا؟ ان لو انت بتحبي كاميرا، الكاميرا هتحبك. الله. وكانت بتعلمني ازاي اعيط، ازاي اضحك في نفس الوقت. اكتر حاجه اتعلمتيها منها كانت ايه؟ هي طبعا يعني الحاجات الفنيه اللي هي قالتها لي، ازاي بتعيط، ورتني ازاي بتعيط. ازاي بقى؟ قولي لنا السر. ساعات يا اما تمسكهم تعمل كده، تمسك her eyeballs كده تعمل كده، يا اما تركز على بوينت واحده تعمل كده لفتره طويله، تقدر تعيط. سر يا خبر. ده سر مهم جدا. نفسي قوي عامله زيها. طب وانت بتعرفي تعيطي؟ يعني بحاول. بتحاولي؟ بحاول. اكتر الافلام اللي انت بتحبي تتفرجيها ليها كانت ايه؟ واكتر فيلم هي كانت بتحبه كان ايه؟ انا بحب ملاك صغيره قوي طبعا، عشان غنت اغنيه اللي هي 1 2 3 انا وعم مش حاتة، رحنا مره اتنين طلع ليل علينا قمنا رجعنا تيتا 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 تيتا. بحب دي قوي، دي كانت اول مره تغني حبيتها قوي. بحب مره بحب برضو يوم من عمري، كان تحفة طبعا، ده من احلى الافلام. بحبها وكنت بتفضل تتفرج عليه، بروح اتفرج على اي فيلم غيره. تحبش تتفرج على اي فيلم؟ ما كانتش بتحبي تتفرج على الافلام اللي هي بتمثلها؟ ها، بس ده بتحبك تتفرج عليه. انا اعتقد كلنا بنعشق الفيلم ده، من اجمل الافلام الحقيقه.